فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفام. عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من فوكس. اليوم باش نحكيو على اللي صار في قبلي وقفصة، تلقيح عدد من الأطفال بتلقيح أو جرعات مركزة من تلقيح فايزر. 62 طفل من ولاية قبلي و17 طفل من ولاية قفصة أعمارهم بين 15 و17 عام تحصلوا على جرعات مركزة من تلقيح فايزر في اليوم الوطني الثالث لعملية التلقيح المكثف نهار 29 أوت الماضي. وزارة الصحة كان ردها أنه تم إعلام المركز الوطني لليقظة الدوائية مباشرة إثر الحادث وتمت متابعة الأمر على كثب على المستويين المحلي والجهوي. أضافت أيضا أنه بعد أسبوع من المتابعة المستمرة للحالة الصحية للأطفال هذوما ما تمش تسجيل أي أعراض خطيرة، وأن الأعراض الجانبية اللي ظهرت على الأطفال تعتبر أعراض جانبية عادية ومتعرف عليها غالبا وتصاحب التلقيح المضاد لكورونا. الأطفال هذوما بحسب وزارة الصحة طبعا تم وضعهم تحت الرقابة الطبية المكثفة في كنف احترام السر الطبي بما يحفظ كرامتهم، علاش؟ خطرهم دون السن القانونية. شنو اللي صار؟ اللي صار هو انه تم اعطاء 6 جرعات من تلقيح فايزر لكل طفل من الاطفال هذوم عوض عن جرعه واحده. علاش؟ على خاطر كل قاروره من فايزر يقع خلطها بمحلول باش تكفي تلقيح 6 الى 7 اشخاص. لكن اللي صار في قبلي وقفصه نهار 29 اوت هو انه ما تمش خلط القاروره بالمحلول اللي تم اضافته للتلقيح المركز، وتم التلقيح او تطعيم الاطفال هذوما بالقاروره كامله. أي دواء في العالم ينجم يؤدي للوفاة وينجم يؤدي لمضاعفات، وكل ما تزيد حجم الجرعة كل ما يزيد خطر المضاعفات. مضاعفات التلقيح تكون أقوى وأشد في الحالة هذه، في حالة الأطفال متاع قبلي وقفصة، لأنه الجرعة كانت مركزة، لكن الوفاة مستبعدة والخطر على الصحة مستبعد. الضروري في الحالة متاعهم هو المراقبة المستمرة لهم للأطفال هذوم، وأيضا الإحاطة النفسية، بالإضافة إلى الإحاطة النفسية بعائلتهم باش يتجاوزوا المرحلة هذه وباش يتجاوزوا التجربة هذه اللي تنجم تخوفهم وتنجم معناها تربكهم. فوكس لليوم انتهت، كانت معاكم سمية حمدي في الإعداد والتقديم، محمد ضياف فجرية في الإخراج. تلقاو إن شاء الله غدوة في موضوع جديد. باي باي. فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.